اليوم نشوفوا في لاعبين ممكن ما عاد الترجي عندهم لاعبي ولا اثنين، النجم الساحلي ممكن ما عاد عندهم لاعبي برك، ولا لحد اليوم ماناش قاعدين نشوفوا في دي زيترونجي كبار في ليتوال، سي اس اس كيف كيف لاعبين متوسطين برشا. كي نقارنوهم ب 10 سنين التالي شكون كان يجي يلعب في تونس ومن تونس وين مشاو لعبوا، لاعبين متوسطين برشا. حتى اللاعبين نتاع شمال افريقيا شكون جاي اليوم من شمال افريقيا؟ ممكن اللاعب الجزائري في النجم الساحلي اللي اليوم ما عطاش الكونفيرماسيون نتاعو. يفور فوار السياسه هذه نتاع الانتدابات، الشانس باش نعطيها اللاعب مغاربي نعطيها لولدي يتحسن ويعمل مستقبله وما نتاعو ينفع المنتخب احسن. بالنسبه للقانون نتاع دي ماتش انترناسيونو عملته المغرب قبلنا، عليها عملته المغرب خاطر المغرب عندهم برشا جوارات ماروكان كي اون لو باسبور ماروكان يلعبوا في الاوروب. باغ اكزومبل في البطوله الهولنديه عندك 30% من الجوار سي دي ماروكان، دونك بور فالوريزي هما الجوارات نتاعهم وفافوريزي الجوارات نتاعهم عملوا القانون هذاك باش يدخلوا المغاربه. وهذاك شنو هو اللي صار؟ اذا كان انت باش تجيب لي ان جوار كي par expérience نحكي لك a joué 10 matchs internationaux فما حاجه مثلين او بيان الى جوي 10 matchs internationaux او بيان الى فالسيفيه سي بابيي بشي جي هوني يقول راني انا لعبت 10 matchs internationaux. اذا كان هو الى جوي 10 matchs internationaux وباش تعدى على تي ام اس وباش تطلب انت سيرتيفيكا انترناسيونال دو ترانسفير نتاعو مع عند سا فيديراسيون، راهو لو جوار افريكان يل بريفير الي ان اوروب. اليوم ما عادش فيترينا راهو البطوله نتاعنا باش الملاعبين يخرجوا لبرا، لانه الجمعيات الكبار اللي عنده الفلوس يبعث الناس تمشي تلوج يفتشوا يستكشفوا المواهب في الملاعب نتاعها في افريقيا خاصه بدرجه اولى وياخذوا الملاعب وهو صغير. احنا اصلا البطوله نتاعنا ما عادش تعطي الفرصه للملاعبيه الصغار باش ياخذوا فرصتهم ويبرزوا. مشكل كبير اليوم انه جمعيات ان في كورتنا ما عادش نلقاو اكسيال، انا رير جوش انا رير دروا، مشكل ما عادش عندنا انا تاكون دو بوينت صحيح اليوم فيت. ما عادش عندنا ان بون ريجيسور، احنا المنتخب ما رجعت فيه الروح كما جبنا الملاعبيه من برا اللي ينشطوا في اوروبا. يعني مشكل اليوم عندنا مشكل حقيقي في البطوله نتاعنا، ما عادش قاعده تنتج في الملاعبيه، الجوده نقصت. انا كونتر انه ساعه الانتدابات اللي ما تعطيش الاضافه. انا اليوم شوف بارابور للسنوات ال2000 وقت اللي بديت كان المستوى احسن برشا، خاطر الفرق الكل بريسك الفرق الكل تعمل على البرودوي نتاعها على اولادها، وهذاك علاش اثرت ماما تونس كانت فيترينا زاد الملاعب التونسي كان يعني تسويقه سهل في البطوله نتاعنا، مع انه كل فريق عنده المنتوج نتاعو. احنا في تونس الفوتبول التونسي كان عايش باللي جوغ اللي يجيو من الافريك يلعبوا هوني من بعد لوغ فالوغ تلعب برشا بانانا الرامو برشا جوارات معناها فهمت. باغ اكزومبل ليتوال دون لو تون كانت تطلع جوارات تبيع وعايشه بهذيك بريسك ليكيب الوحيده فهمت. توا انت كي تجي معناها باش كيفاش باش تعيش معناها؟ الفالور نتاع جوار افريكان ال ديباس با توا حاليا ال ديباس با معناها غران لو غران ماكسيموم 30,000 دولار ثم ديجا باغ اني ثم ديجا حاجه كبيره برشا. لي فالور سور نتاع لي جوار افريكان الموجودين كون بو لي ريكروتي دون لي 150,000 دولار با بلوس. لي 1 مليون هذاك كلهم سي دي غونفلي وفما برشا معناها كيما نقولوا د لارجون كي معناها دي فويت دارجون اي تو سا، مي لا فالور ان جوار افريكان 3000 دولار باغ موا يجيك. جاونا ملاعبيه كبار برشا على مستوى عالي جدا، نحكي على الجينيراسيون تاعي احنا، جينا سانتوس البرازيليا، جينا عبد القادر كيتا، جينا ابراهيم كوني، جاو برشا ملاعبيه دي برازيليان كيف كيف دا سيلفا لوبيز هذوما، جي دانيلو كيف كيف ملاعبيه عطاو اضافه كبيره برشا. اليوم كيف كيف الترجي زاد كنسمي لك ملاعبيه كبار برشا، جي ماليتولي جاو برشا ملاعبيه كبار اللي عطاو اضافه كبيره برشا وعملوا تونس كيما ستاسيون معناتها مرحله وبعد خرجوا مشاو لعبوا في اوروبا في 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 فرق كبرى. اليوم ما عادش نشوفوه هذا، اليوم الحقيقه الواجهه التونسيه ما عادش معروفه برشا. راجل عده اعتبارات، اول حاجه البنيه التحتيه في تونس ولينا معناتها نلقاو في برشا مشاكل، هذاك علاش كره القدم في افريقيا كيف كيف قاعده تتطور
معناتها بتطور كبير برشا سواء على مستوى الفني سواء على مستوى خاصة البنية التحتية. فما بلدان مشيت لهم قبل تشوف الملاعب اللي كنا نضحكوا الملاعب اللي موجودة اليوم في تونس عنا نحن رجعت لهم معناتها توا متاع مدة عامين التالي ولاو في نيفو آخر ولات ملاعب على مستوى عالي جدا خاصة أرضية الملعب نجم تقارنها بالملاعب اللي موجودة في أوروبا. مالوريزمون احنا كيما قلت لك راه وضع البلاد والإمكانيات المادية هي اللي خلات البنية التحتية في تونس تتراجع التراجع المذهل هذا هذاك علاش زاد هذوما راهو من الأسباب اللي تخلي اللاعبين ما عادش يجيو لتونس.